معان في ثوان ملأى بالمحاسن. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. قال عز وجل في الآية الكريمة على لسان يوسف عليه السلام: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. قال: أخرجني من السجن، ولم يقل أخرجني من الجب. جاء في تفسير الجلالين: ولم يقل من الجب تكرما لئلا تخجل إخوته. ويضيف الشيخ الشعراوي هذه الفائدة، يقول: ولقائل أن يسأل ولماذا لم يذكر يوسف الأحداث الجسام التي مرت به في تسلسلها مثل إلقاء إخوته له في الجب؟ نقول: لم يرد يوسف أن يذكر ما يكدر صفو اللقاء بين العائلة من بعد طول فراق. تفسير الشعراوي.